الفراش شوف الفراش ايش ايش عليك هذا اللي بيتغير غير قاش اخويا يا دابا ما يخليكش تحل فيك ساولي كل باب انا غير باش يبان الضوء ايوا ها الليله ديك الليله راه من هذا الشيء اللي هم اللي هي ما خلى لي الطريق شتي فين وصلوا الماء ما الماء هنايا والماء هنايا واتصلت وتسلوب ومشيت مشيت على واحد الدار ديال ولد عمي باش كاين دابا كيفاش وقع عليك الليله كيفاش وقع لي تنطلب الله غير غنفك ايامي غنفك روحي ونفك داك الدري اللي عندي حنا صغير بالك من هنا جاي هابط من هنا ها من يدخل انت غتشوف راه فين دخل راه دخل ودخل لي من هاد الجهه من هاد الجهه الاخرى ودخل لي البيوت ودخل الحوايج ودخل كل شيء ما خلى لي والو والله ما خلى لي حتى طحين ما خلى والو الحل لك ذاك الباب الاخر ديك الكوزينه تشوفها ها ومن بعد مشيت لهذاك عتقت راسي ومشيت هذيك الدار حتى دابا باقي فيها الان البهيمه وما باقيين محصلين هنايا تنلح اليوم مع بالسلوب اما الباب راه ما بقى ما فين يتحل عمرو الزبل عمرو ذاك الشيء ورجو في الله ونطلب الله لا الحمد لله لا ولكن تكرفصنا ود عمي والله الا تكرفصنا واحد تكرفصنا واحد الليله ما عمرني شفتها في حياتي عندي 70 عام هذه ما عمرني شفت بحال هذا الواد هذا ولكن جا من الواد جا لينا من هاد الجهه هذه هاد الجهه فاش جاي الواد وعمر هنايا وشتي الحيط في شحال شتي شحال شي متر واش ما لقيت فين نخرج ما لقيت فين ديال درت داك السلم وهبطت تماك وهبطت لواحد الجلسات ديال هاد الجاري وعتقت راسي بعدا ومشيت هذيك الدار حتى الان الحمد لله نتمنى والله يفك ايامنا وفك اللهم امين اسيدي اللهم السميه ديالي نيت علي محمد دوار ايميد كتاطا قياده جماعه تيغمير قياده اديس كنطالبوا السلطات باش يشوفوا هذه الاضرار اللي طاريه في هذه الزناقي هادو يعني الواد راه طالع علينا من هذيك الجهه الاخرى راه جاي داك الواد من هي وجاي الواد من الفوق عاوتاني والزناقي راه غارقين والدار عندي راه عامره الفراش وداك الشيء كلشي راه مشى ونطلب الله من السلطات المحليه باش يشوفوا هذه الاضرار اللي وقع في الدوار ديالنا وهاد الخسائر الماديه اللي حنا متضررين عليها وهادشي اللي كاين واش كانت ديك الليله اللي دازت واحد الليله ديال الرعب ليله نيت صعيبه وديال الرعب الناس تخلعوا والناس تخلعوا من المانيت بالزايد وما عمري حاله كان مشمش هي كان طقس مشمش وتتقلبت الحاله الجويه بالليل وهادشي راه كيجي بالليل ما كاياش يعني الواد راه ما كيعلم حتى اي واحد هادشي راه جا مع تقريبا 11 ديال الليل وعشنا واحد الليله ديال الرعب نطلب الله من السلطات باش يشوفوا من حالنا الناس تخلعوا الناس تخلعوا صراحه الله الناس تخلعوا بزاف وهادشي اللي كاين وقوع